مرحبا بالجميع. في هذا المقطع سأناقش عبارة للحكيم الهندي كريشنا مورتي. العبارة كما يلي: The observer is the observed. تخيل معي أن عقل الإنسان عبارة عن كأس، والماء الموجود بداخل الكأس عبارة عن الأفكار والمعتقدات والرغبات وكل ما يختلج بداخل الإنسان من مشاعر كالحب، الغضب، القلق، الوحدة. فكل ما ذكرناه الآن هو ما يسمى بالوعي. صديقي، إذا أخذنا مجهر وركزنا على الماء فسنلاحظ أن الماء ما هو إلا مجموعة من قطرات مترابطة فيما بعضها. فنفس الشيء ينطبق على وعي الإنسان، فهو غير منفصل، غير مجزأ. لنقل مثلا أن شخصا ما غاضب، فبداخل عقل هذا الشخص صوتين يتحدثان وكأنهما شخصين منفصلين عن بعض. فإذا لاحظت مع نفسك يا صديقي فإن الشخص الأول أو الصوت الأول عبارة عن الشيء أو الموقف أو الكلام الذي سبب لك الغضب، أما الصوت الثاني فهو المحلل الذي يقوم بتحليل الموقف والشعور، ينظر في أسباب الغضب ويقوم باستنتاجات وحلول للخروج من حالة الغضب. إذا عدنا إلى الاستعارة المتعلقة بالماء والكأس، فالصوت الأول أو لنقل المتحدث الأول والمتحدث الثاني غير منفصلين عن بعض. فهل الشخص الذي يحلل ويفسر أسباب الغضب مختلف عن الكلام أو الموقف الذي سبب الغضب؟ الشيء الذي يحاول كريشنامورتي أن يخبرنا به أن وعي الإنسان هو الغضب بنفسه، وعي الإنسان هو القلق والخوف بحد ذاته. فكما تلاحظون أن العالم الذي نعيش فيه فاسد، مليء بالعنف وغير عادل بالمرة. فالشيء الموجود في الخارج هو انعكاس لما هو بالداخل. فإذا كنت غاضبا أو قلقا فهذا هو المتوقع، لأنك تعيش في عالم مبني على ذلك. مشكلة الإنسان أن عقله مجزأ إلى قسمين: عقل يلاحظ الأفكار ويجترها ويناقشها ليصل لحلول، والعقل الثاني هو الشيء الملاحظ أي الموضوع، موضوع النقاش والتحليل. ولكن في نهاية المطاف كلاهما ينتميان لنفس المادة أو نفس الطبيعة، ألا وهي الأفكار، تماما كالماء من مادة واحدة قطراته غير مجزأة. وأخيرا قبل نهاية المقطع، أتمنى أن أكون قد وضحت ولو بشكل قليل معنى العبارة التي لطالما أرددها كريشنامورتي طيلة حياته متنقلا بين أقطاب العالم. شكرا وإلى اللقاء.